الحوار 2، مكانك راوح. إقرار بوجود أزمة وبضرورة الحوار للوصول إلى بر الأمان، لكن لا خطوات إلى الأمام. امتنع الجميع عند الوصول عن الحديث باستثناء الرئيس فؤاد السنيورة الذي دعا لإعطاء الفرص لطاولة الحوار. في الداخل أكد الرئيس نبيه بري أن لا سبيل للخلاص إلا بالحوار. في الشكل غاب النائب ميشيل عون ليحل محله الوزير جبران باسيل. النقاشات كانت هادئة وممتازة، هكذا قال النائب وليد جنبلاط الذي غادر باكرا لأسباب شخصية، داعيا فيما بعد عبر تويتر إلى عدم تأويل مغادرته وتحميلها تفسيرات في غير محلها. بقي النقاش في البند الأول المتعلق بانتخاب الرئيس، وبقيت الآراء على ما هي عليه. كل واحد أعطى رأيه، مش متفقين بالرأي حول أمور عديدة، مش هناك عم نتحاور. نتأمل إنه هذا الحوار يفتح مجال نلاقي حلول تحترم الدستور، تحترم الطائف، تحترم الميثاق. بعتقد إنه صارت الرسالة واضحة إنه إمكانية تعديل الدستور لانتخاب رئيس من الشعب غير واردة. أحسست إنه في تقدم، في حدا عم يسعى إلى حل، في حدا بلش يحس بوطأة المشكلة. انه لما حدا بيقول انه شو دخل الزباله برئاسه الجمهوريه، لانه لما الدوله بتصفي متهتكه كل وظائفها، يعني انه حدا بيسال هالسؤال انه شو في ناس طرح هالسؤال، لا لما الراس بيكون مشلول الوظائف الجسم بصير بتنشل. كل البنود اللي حكى فيها بجدول الاعمال قابله للنقاش. وفي وقت تحدثت معلومات عن ان نائب ميشيل عون ابلغ الرئيس بري ان مشاركه التيار الوطني الحر قد تكون الاخيره اذا ما لم يؤخذ بمبدا العوده للشعب، نقل نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري عن بري قوله ان نائب عون اعتذر فقط عن حضور هذه الجلسه. تبع المجتمعون مناقشه جدول الاعمال انطلاقا مما طرح في الجلسة الماضية، وحصلت مقاربات سياسية ودستورية لكيفية حصول اختراق في بند انتخاب رئيس الجمهورية وغيره من المواضيع، ومحاولة البناء على القواسم المشتركة في المداخلات لتوسيعها في الجلسات المقبلة. وأكد المجتمعون على دعم الحكومة لتنفيذ القرارات المتخذة لمعالجة الملفات الحياتية الأساسية. وبحسب المعلومات فإن الجلسة المقبلة للحوار قد تطور أفكارا طرحت بعد أن طلب الرئيس بري ذلك من المشاركين. الجلسة الثالثة للحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 22 من الشهر الحالي ستسبق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي كان دعا إليها في وقت سابق في 30 من الشهر نفسه، وهي جلسة ستعكس أجواء الحوار من جهة وحسن النوايا في مقاربة هذا الملف من جهة أخرى. من أمام المجلس النيابي في ساحة النجمة، مها ظاهر، تلفزيون مستقبل.